الهزيمة التاريخية لبرشلونة كانت عاملة ازاي، وكمان شايف اداء الالمان موجود. انت عندك 3 مدربين المان في من الاربعة شباب من وشباب شباب. من الاربعة اللي وصلوا للسيمي فاينال. شوف انت يعني وانت ادرى بالكرة الالمانية، لكن الناس دي بتسير بخطى ثابتة. يعني ايه؟ يعني سنة، يعني عارف انت سنة الحياة، ظهور للقمة، تراجع، ثم بناء، ثم ظهور. يعني عاوز اقول لك ايه، من كأس العالم خسارة في 2006 صحيح الى قنبلة 7-1 او 7-0 7-1 مع البرازيل، 7-1 البرازيل من كأس العالم مع يعني 2014. مع يعني بالزبط. ملوك الكرة على المستوى العالم. صحيح. هزيمة كانت زي زلزال للبرازيل، ثم الوصول للقمة والفوز ببطولة كأس العالم للقارات، كأس العالم للقارات بفريق الصف الثاني. صحيح. ثم الوصول الفريق لايبزيج يصل للسيمي فاينال. لا كمان في منحنى نزل منحنى، اللي هو الخروج من الدور الأول في كأس العالم، في كأس العالم. انا بقول لك ثم بناء ثم عودة. ده بيأكد لك على ايه؟ بأكد لك على بناء مستمر ونجاحات كبيرة، رغم في إخفاق بيدي يقول لك في حصل خطأ هنا فيبدأ يصلح. النهاردة أنت عندك 4 فرق النهاردة دوري أبطال أوروبا في زمن كورونا، خلاص الأسماك الصغيرة أكلت الأسماك الكبيرة. يعني أنت لما تيجي تشوف فرقتين بدون تاريخ في دوري أبطال أوروبا ظهروا بهذه الصورة، حتى وصولهم للدور قبل النهائي كان شيء مشرف، يعني أدوا مستويات كبيرة جدا، لكن اصطدموا في النهاية مع مين؟ أنا عاوزك تتخيل فريق باريس سان جيرمان لكام سنة بيحلم أن يصل إلى المباراة النهائية لدوري، وشوف كم مدرب اتغير حتى يتحقق هذا الحلم، وكم من الملايين أنفقت لتحقيق هذا الطموح الكبير جدا. طموح للنهائي والفوز طبعا. كان طبعا ما لا خلاص ما هو خلاص بقى هيبقى هناك صراع بين نيمار الذي يريد أن يرد الدين للألمان عندما احرقوه في 2014 واذلوه على ارضه حقيقي. فيستطيع ان الولاد عنده في لشبونه انه هيقدر هيواجه هذه الكتيبه الشرسه من البفاري الطامح ايضا للوصول لاسترداد البطوله اللي خسرها برضه قبل كده في اكثر من ايه من مره بظروف ايه الخروج المبكر. خلاص رغم انه قبل كده فاز بيها عندما طاح في برشلونه طبعا، وما ننساش نتيجه 4-0 و3-0 وكانت نتيجه المجمل 7. احنا ما بدو موعدين مع السبعات برشلونة. برشلونة دفع نتيجة النجم الواحد او النجم الاوحد، الفريق تحول الى فريق ميسي بعد اعتزال النجوم على رأسهم تشافي اللي هو كان عامل نجم مكسر الدنيا في وانيستا طبعا، وانيستا دول كانوا من العناصر الاساسية المكملين لفرقة ميسي. دول يعني مش وحدك، مش بتلعب وحدك، بتلعب معاك اسطوات برضو في نص الملعب بتخلص، هي اللي بتوصلك الثلاثي نيمار سواريز. ما انا بكلمك اهو، ما انا بكلمك هي في الحاله دي فريق برشلونه استيقظ على كارثه ربما تكون جاءت في الوقت المناسب، ورغم التهديد الواضح انه يد ميسي قويه جدا داخل النادي والفريق، يعني من علامات المؤثره، وطبعا بسبب الشعبيه والجماهيريه مش ما اعتقدش انهم هيقدروا يفرطوا فيه، رغم انه مانشستر سيتي بيضغط وبيحاول ويراوغ وبفلوس عشان يعني يستقطب واحد من اللعيبه، لانه كمان سيتي برضه عنده طموح نفسه ياخد البطوله دوري ابطال، ما عرفش يعني مع جوارديولا اهو المفاجئ كمان كل مره خروج مفاجئ وخروج طبعًا متوقع طبعًا. على يد ليون كان يعني مفاجأة كبيرة، محدش أصلا متوقعها بعد ده بعد الفرصة الرهيبة اللي ضيعها رحيم السلم اللي يعني ما تضيعش زي ما بقول لك، يعني برضه من الحاجات برضه إيه اللي هي فوق في توفيق برضه في الكورة وفي عدم توفيق. لكن أنت عاوز أقول لك على حاجة، هنا برضه في تجديد كابتن هاني، يعني لما وصل فرقتين شباب صغير لدور للدور قبل النهائي مع فرقتين يعني برضه فرقة كبيرة اللي هي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، فرقة كبيرة بس عاوز أقول لك طامحة يعني، لكن ده بيوريك انه ايه في حياه. تفتكر البايرن في عدم تفتكر البايرن بعد طبعا الاداء الكبير امام برشلونه هو الاقرب، ولا كمان باريس سان جيرمان بالطموحات حضرتك قلت انه اشتغلوا سنين طويله جدا عشان يوصلوا المباراه النهائيه، وبالتالي انك بقى خلاص وصلت للمباراه اللي هتوصلك للتشامبيونز ليج او التروفي نفسه هتبقى بالنسبه لهم مباراه العمر،
دي حاجة. الحاجة التانية انت معاك زي ما قلنا معاك اتنين مدربين ألمان. توخيل طبعا مدرب باريس سان جيرمان، وعندك فليك مدرب، والاتنين مدربين قارين بعض كويس. فالمباراة انت ممكن تشوف من خلال الرؤية مين الأقرب للفوز بالبطولة. لا 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 لا، بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يعني بص، مباراة تكسير عظم يعني، كان نفسي يبقى فيها جمهور. طبعا كان هيبقى يعني نهائي مثير، لكن عايز اقول لك كل شيء وارد في المفاجآت طبعًا. ممكن يبقى مش يومك. خلي بالك، اصل ده توفيق عدم توفيق، ممكن يبقى مش يومك في اليوم ده فتصاب. لو البايرن لعب زي ما لعب قدام برشلونه انا بقول لك اهو، فهتبقى مباراه مقفوله فيها تحفظ شديد جدا. هيلعب فيها المهارات الفرديه اللي عنده كبير. دور كبير في حسم اللقب يعني، ممكن يعني تبقى، لكن جماعيه الاداء بتاعت بايرن هي اللي تقلق باريس سان جيرمان. ده اللي قاله مولر على فكره. ده اللي قاله مولر بعد المباراه، قال لك جماعيه الاداء بتخليك انه الناس دي عندها ثقه، هيعرفوا هجيب جول. عارف انت هجيب جول، مش هسكت، هوصل للجول خلاص. هو عنده المقدره وعنده مساله التدور والاحتفاظ بالكره والحركه وتنقلات اللعيبه الذكيه في الملعب بدون كوره، والسرعه والشباب والحيويه، تحس انه واحده واحده كده ما بيتحركش واحد مع نفسه، لا، نسيج متكامل يسير نحو هدف محاصره خصمه، فبيصل للوقت اللي هو عايزه. انا هجيب جول في الدقيقه كذا في الوقت كذا. ما تشوف، عارف اللي اتعمل في البرازيل في 2014؟ شفت انت كان بيعمل، انت عارف انه في الشوط الثاني الالمان صعب عليهم البرازيل، يعني هو يعني كان ممكن ينهيوا الماتش مثلا 10 12 لو كان هم عاوزين يعني، لو كانوا قادرين. بس هي دي هترجعني تاني اللي انا يعني انا عشت 12 سنه في المانيا وعارف التفكير، وانا عارف المدربين كانوا بيقولوا ايه. المدرب بيقول لك انت لو قادر تدوس على الخصم اللي قدامك دوس. اصل دي، وبعدين ما فيش حاجه اسمها حرام في الكوره يعني اصل حرام، لا كفايه، ما فيش، عندهم ما عندهمش حاجه اسمها كفايه. لا دي نقطه. لا لا لا. النقطه الثانيه ان هم بيحاربوا لاخر دقيقه، برضو عقليه الالمان ان هو ممكن يحارب لاخر دقيقه. فالعقليه ديت، وهرجع لنقطه المدربين الصغيرين، يوليان ده طبعا مدرب لايبزيج، ده مدرب عنده